وتعتبر هذه رابع شكاية في المغرب التي تقبل فيها النيابة العامة فتح تحقيق وتتفاعل سريعا معها حماية لحقوق الحيوان. كانت هناك قضية بوني، قضية حرق كلاب أسفي، قضية الاعتداء على الخرفان أو قتلها، قضية اغتصاب هذه الكلبة، وقضية الاعتداء على الكلب اليوم، والتي تحدث عن حالة تعذيب كلب بطريقة خطيرة من أحد الأشخاص. هل وجود لقانون الحيوانات لدرجة أنه يعتبر أن حرق أو بطر أو قتل كلب ضال فيه غرامة لا تتجاوز 1200 درهم؟ بالنسبة للمغرب لدينا نصوص جد قليلة، من مثلها الفصل 603، وليعتبر سابقة أنه فعل بمناسبة الشكاية التي وضعناها بالمستثمر الفرنسي الذي قام بدهس قطيع الأغنام. الواغرامو لم يأتي لحماية الحيوان، أتى لحماية شعور الإنسان من رؤية تعذيب الحيوان، ودائما يبقى الإنسان هو المبتدأ والخبر. بالنسبة لموضوع الكلبة التي تم اغتصابها أو التي كانت تغتصب باستمرار بحيلولفة، وهو موضوع أثار قلق ورأي أثار قلق الرأي العام على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي اضطررنا بتكليف من 3 جمعيات، وهي جمعية أذن، جمعية مستقبلنا، وجمعية إرحم، على التقدم بشكاية في الموضوع، والتي تفاعلت معها النيابة العامة مشكورة بسرعة، وتم القيام بالمتعين وتحرير هذه الكلبة من العذاب والتعذيب الذي كانت تعيشه على يد أحد الأشخاص المختلين أو العاقلين، لا أدري، ولكن كان يمارس أفعالا شنيعة. وهذه ليست هي المرة الأولى، ذلك أنه منذ سنة 2017 وهو يمارس هذه الأفعال الشنيعة على بعض الكلاب أو الحيوانات. بالنسبة لليوم هناك سابقة جديدة أو توجه جديد باتصال من جمعية، هي جمعية Adopt Cats and Dogs، والتي بقررها الاجتماع بمراكش، والتي تحدث عن حالة تعذيب كلب بطريقة خطيرة من أحد الأشخاص. فعلا تقدمنا بشكاية أمام السيد وكيل الملك بابتدائية مراكش، والذي تفاعل سريعا مع هذه الشكاية وتم إعطاء تعليمات فيها اليوم زوالا. وتعتبر هذه رابع شكاية في المغرب التي تقبل فيها النيابة العامة فتح تحقيق وتتفاعل سريعا معها حماية لحقوق الحيوان. وهذا يعكس توجه جديد، إذ لم يعد دور النيابة العامة مقتصرا على حماية الإنسان وحقوقه، بل أيضا على حقوق الحيوان، وهذا هو الأصل، على اعتبار أن احنا لا يمكن أن نتكلم عن حقوق الحيوان أو الإنسان، بل عن حقوق الكائنات الحية جميعا. أولا، هذا سؤال جد مهم. أولا، نتكلم عن جمود النص القانوني وكونه نصا معاقا، أقولها بصراحة وبمسؤولية، وعندما أتحدث عن الإعاقة، لكي تتقدم بالشكاية إلى السيد وكيل الملك أو تباشر المسطرة فلا بد من وجود أساس قانوني، إذ أن القانون الجنائي يعتمد مبدأ الشرعي، وهو أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا إلا بنص، إذ لا يمكن للقاضي أن يحاكم أو النيابة العامة أن تتابع مشتبها فيه أو تحكم عليه طالما لا يوجد نص يجرم هذه الفعل، يجرم هذا الفعل الذي يقوم به. بالنسبة للمغرب لدينا نصوص جد قليلة، من مثلها الفصل 603، وليعتبر سابقة أنه فعل بمناسبة الشكاية التي وضعناها بالمستثمر الفرنسي الذي قام بدهس قطيع الأغنام وحكم به بشهر نافذة على بمقتضى الفصل 603، وأن الفصل 603 من القانون الجنائي، وكما يشاع ويقال ويناقش تارة، يقال أنه سقط بعدم الاستعمال، لكن أعدنا الاشتغال عليه وتم تفعيله في هذه القضية. إذن نحن أمام جمود النص القانوني، فهناك قضاء القرب. قضاء القرب هو قضاء أثبت فشلا ولم يثبت نجاعة في جميع القضايا التي تطرق إليها، وهو الذي تطرق إلى قضايا الاعتداء على الحيوانات، لدرجة أنه يعتبر أن حرق أو بطر أو قتل كلب ضال فيه غرامة لا تتجاوز 1200 درهم، ويجب أن يرتكب علنا. إذ كيف يستساغ أن تتحقق أو يتحقق مبدأ الزجر ومبدأ الردع
عندما يعلم الإنسان أنه في حال ارتكاب قتل علني لحيوان ليس له مالك أن الغرامة لن تتجاوز 1200 درهم في أقصى الأحوال. ثانيا قضاء القرب ينص على ضرورة الصلح، إذن هو قضاء غير فعال، وبالتالي فالاعتداء على الحيوانات أولا هو موضوع أو هو مسألة ثقافية أولا، ثانيا مسألة قصور قانوني، ونحن نعمل بشدة على أساس وبجد على أساس تغيير النصوص القانونية، لكن كنا متفائلين جدا إذ أنه منذ أن بدأنا بالاشتغال جديا على هذا المجال كانت هناك قضية بوني، قضية حرق كلاب أسفي، قضية الاعتداء على الخرفان أو قتلها، قضية اغتصاب هذه الكلبة، وقضية الاعتداء على الكلب اليوم بطريقة شنيعة، وأن النيابة العامة تفاعلت معنا في جميع هذه القضايا. إذا نحن الآن بحاجة في وقت أكثر مما مضى إلى تعديل النص القانوني وجعله أكثر صرامة وأكثر ردعا لكل من سولت نفسه الاعتداء على مخلوقات بريئة لا ذنب لها في هذه الدنيا سوى أنها موجودة. في مجتمعنا نلاحظ بأنه يستعمل السفود لحيوان لم يأكل طيلة اليوم لحمل أثقال من شخص ربما قد يكون مخدرا أو قد تناول حبوب الهلوسة في قمة الحر أو القيد أو البرد، وبالتالي عندما تسأله يقول لك حيوان، حيوان فقط، لا يوجد هناك قانون حيوانات في المغرب. أنا أرى ضمن ما أشتغل عليه في إطار مشروع مركز دولي للدراسات والأبحاث في مجال حقوق الحيوان، وهو مشروع إصدار مدونة الحيوان أو مدونة خاصة بحقوق الحيوان تعالج كل حالة على حدة، تعالج كل اعتداء بعقوبة معينة، ولا يمكن إلا أن يتضمن الجانب الزجري الجانب الوقائي وأن يكون معقلا. وأعود لظاهرة أخرى وهي ظاهرة إبادة الكلاب، بين قوسين لن أقول الضالة، لأن إذا تكلمنا عن الحيوانات الضالة لزانيمو إيران فهذا موضوع فاست، سأقول الحيوانات التي ليس لها مالك حفاظا واحتراما لهذه الكائنات. ما رأيكم في أن الدولة تعجز عن معالجة الظاهرة ويبقى الحل الأمثل لها هي أنها تضع بعض السموم في قطع من اللحم وتعلم أن هذه الكائنات جائعة وترمي لها بها، أتعرف أتناوله السم ليموت ميتة لا يمكن أن تتصور. ثالثا القتل عبر الرصاص، استعمال الرصاص هو ممنوع أصلا، حتى أن المشرع في القانون الجنائي لا يعطي الأمر باستعمال السلاح إلا في الحالة القصوى أو في الحالة الضرورة، ونحن أمام قناصة محترفين يحاولون قتل هذه الكلاب. أما ما يتباهى به الجميع وما يعارضنا فيه الجميع وما ينتقدنا عليه الجميع، ذلك السؤال القديم الجديد، تحاولون أن تدافعوا عن حقوق الحيوان، كان عليكم الدفاع عن حقوق الإنسان. أقول من لا يحترم الحيوان لا يحترم الإنسان، وهناك قولة مشهورة لا فونتين وهي on ne peut pas avoir de cœur, un cœur pour aimer les animaux les humains et un cœur pour aimer les animaux soit on a soit on l'a pas. أقول بأن مدونة الحيوانات والكف عن قتل الكلاب أو للزبطاج بهذه الطريقة الهمجية اللا قانونية، وسنتصدى لها بأي طريقة، ولن يقنعنا أي كان بأن يجب قتلها حفاظا على الدولة هي المسؤولة عن الحفاظ عن أمن المواطنين، لكي تحافظ عليهم لن تحافظ بالقتل، لتتبنى برامج علمية برنامج تيناغ. حاليا هناك اتفاقية ولدت ميتة، أنا أعتبرها ولدت من تيناغ، والكل هذه الاتفاقية عقدت بين وزارة الصحة وبين هيئة البياطرة تتحدث عن برنامج التعقيم أو برنامج لاتيناغ، هي لا ترتب جزاءات على خرقها أولا، والناس تعتقد بأن هناك قانونا قد صدر واستبشروا خيرا، هذا ليس قانونا، إنها اتفاقية لا ترتب جزاء على حالة مخالفتها، هي والعدم سواء، ولدت ميتة، قلتها في كذا ندوة وكذا ندوة ولم يصدقني أحد. وعندما عاد القتل الممنهج الآن علموا بأن الاتفاقية ولدت ميتة، لا توجد هناك جناية، هناك فقط جنح، ولا أقول جنح، المشرع المغربي يشترط للعقاب على الحيوان أو الاعتداء على الحيوان أو قتله أو بطره أو كسره أن يكون له مالك. بالنسبة للمغرب يعاقب بغرامة أقصاها 1200 درهم على قتل حيوان، ويجب أن يكون ذلك على مرأة
الناس، إذن يحمي شعور الإنسان أيضا. إذن القانون أناني، أقولها القانون قاصر، وأضيف ليس لنا إلا بعض الفصول، مقتضيات الفصل 601 603 إلى 608 من القانون الجنائي، والمقتضيات المادة 15 بعض الفقرات في قضاء القرب. أما في القانون المدني فيعتبر الحيوان شيئا، إذ أنك إذا قمت بالحجز اللي هو السيزي يمكنك أن تحجز على الحيوان وتبيعه مع الأشياء. يجب أن تكون لدينا مدونة حيوانات، إن أصدقائنا الحيوانات يعذبون ويقتلون بدون موجب حق، لأن والدينا ولا المجتمع المغربي ولا الدين دائما كان ينص على مبدأ الرفق بالحيوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. الحل هو حوار وطني أولا، ثانيا الأخذ بمقترحاتنا في إطار المركز الدولي الذي هو قيد التأسيس للدفاع عن حقوق الحيوان وقانون الحيوانات. ما سنتقدم به في غضون الأسبوعين القادمين من برنامج تيانار. رابعا إيقاف الفوري لعملية قتل الكلاب. خامسا فتح باب عقوبات زجرية كما لمسنا هذا التجاوب مؤخرا في الشكاية التي وضعناها بسرعة مع كل من يعتدي على هذه الحيوانات. غير ذلك سنعيش تلك الحلقة المفرغة من العدوى، من العدوانية والقسوة. وحذاري لأن الأطفال يرون ويتعلمون. هل وجود لقانون الحيوانات؟ أعود وأتكلم عن القانون المقارن. بالنسبة لفرنسا يمكن القول بأن قانون الحيوانات أو الدغوة أنيمالية بدأ مع لالوا غرامون أو قانون غرامون، لكن الفقه القانوني يقول بأن لالوا غرامون لم يأتي لحماية الحيوان، أتى لحماية شعور الإنسان من رؤية تعذيب الحيوان، ودائما يبقى الإنسان هو المبتدأ والخبر. وبالتالي كانت العقوبات تشترط من ضمن ما تشترط أن يتم ارتكاب الاعتداء على الحيوان علانية، وهذا ما نعيشه في المغرب الحال. قضاء القرب يتحدث عن عنصر العلانية في الاعتداء. إذن أنانية أو ما أسميها الأنانية القانونية، أن أعاقب شخصا لاعتدائه على الحيوان لكون هذا الاعتداء مس شعور الإنسان، والحيوان هنا ليس إلا موضوع. ثانيا بالنسبة للقانون